حبايب قلبي، طلاب بريبوان في كل مكان، اهلا بيكم. معاكم مستر محمد سعيد، واللي هنقوم النهارده بشرح حلقه جديده من منهج بريبوان جيومتري. حلقه النهارده بتتكلم على الحلقه الثانيه من التريانجل. لكل الناس اللي ما اتفرجتش على الحلقه اللي فاتت، ضروري جدا ان تتفرج عليها. في اسفل الفيديو تعليق مثبت او في قوائم التشغيل قوائم مقترحه لكل المنهج اللي اتشرح. دلوقتي يا حبايبي، احنا هنشرح درس مهم جدا، بعيدا ان انت هتمتحن عليه في الامتحان. هو مهم جدا لبريب 2 بريب 3. There is drawing from midpoint of a side of a triangle. يقولي لما بيكون معايا ري هيترسم من ميد بوينت لسايد معين من التريانجل، وبحيث ان هو بيكون parallel للانذر سايد، بيعمل ايه بقى في الاخر؟ من اول هنا بيعمل لك بايسكت للثيرد سايد. طيب، ممكن توضح لي يا مستر الموضوع ده بصوره تفصيليه اكتر؟ هقول لك بالراحه خالص. انت معاك تريانجل بهذا الشكل. التريانجل ده وليكن هسميه اي بي سي بهذا الشكل حبايبي، اوكي؟ وفي هنا مثلا لقيت ان في قطعه او بوينت اسمها دي، مثلا دي بتعتبر ميد بوينت للاين سيجمنت معين من التريانجل، ولقيت ان هو طالع منه ري، بحيث ان الري ده يا حبايبي لقيته ان هو بارلل للخط اللي قصاده. فاللي انا بقى بستنتجه من الموضوع ده، هو طبعا هيقطع اي سي مثلا عند بوينت معينه اسمها اتش. ايه اللي انا بستفاده؟ يعني دلوقتي دي معطيات او ده جيفن موجود معاك في الامتحان، ايه هو؟ تعال نكتبه. يعني لو ده في الامتحان هقول له سنس، ايه المعلومات اللي هو مديها لك؟ اول حاجه يا مستر، الدي از ميد بوينت اوف الاي بي، دي اول معلومه يا مستر. تاني معلومه ان انا معايا الدي اتش ده بارلل للخط اللي قصاده اللي هو اسمه سي بي. حضرتك من خلال المعلومتين دول بستفاد منهم ايه؟ بستفاد ان اللاين سيجمنت اللي اسمها دي اتش دي، او مش الحته دي بقى، هستفاد انه اللاين سيجمنت اللي اسمها دي اتش دي هتفضل مره لحد ما تقابل هنا في بوينت اسمها اتش. الاتش هي كمان هتكون ميد بوينت للاي سي. يعني ال H is mid point of ال AC. ده اللي انا يا مستر استفدته من خلال الكلام ده. ايه رأيك ان انا ابدل الموضوع؟ يعني هو مش شرط يخرج من ناحية اليمين، ممكن يخرج من ناحية الشمال عادي خالص. يعني ايه برضو يا مستر؟ مش فاهم. تعالى يا حبيب قلبي، ممكن يجي لك تريانجل كده يا بابا، انت معاك تريانجل باللون الازرق، وممكن اغير لك الحروف تماما كمان. ممكن اقول لك اكس واي زد بهذا الشكل، وممكن الميد بوينت يكون خارج من هنا. يعني مثلا سي ميد بوينت هنا اسمها او، فضل ماشيه كده لحد ما هتقابل هنا حاجه اسمها كي. اوكي، المعطيات او الجيفن اللي موجود معاك كالاتي اهو. تعال نشوف ايه المعطيات وايه اللي انا هستفاد. اول حاجه يا مستر هنقوله هنا كده سنس، هو مديني معلومتين واضحين قدام عينيا. ايه هما؟ ان ال O is mid point of ال X Z. ده اول حاجة مكتوبة قدامي، ان ال O دي بتعتبر mid point للاين سيجمنت معين من التريانجل. واللي مستفاده برضو كما انه ال O K ده، الخط بتاع ال O K ده parallel اللي قصاده اللي هو اسمه Z Y. ايه اللي انا بستفاده من خلال المعلومتين دول؟ انه زي ما كان او ميد بوينت للاكس واي، الكي زير فور الكي هي كمان هتكون از ميد بوينت اوف الاكس واي. بس كده يا مستر، دي اللي انا بقوله هنا، او دي المعلومات اللي الناس بتوع الماس اكتشفوها. فهمناها كويس جدا مع بعض، مفيش مشكلة خالص في الموضوع ده. تعالوا نشوف كمان معلومتين الناس بتوع الماس اكتشفوهم. ايه هما دول؟ بيقول لي هنا حبايبي ان the line segment joining
midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. يعني ايه مستر الكلام ده؟ بص واحدة واحدة وبالراحة خالص، عشان انا هقول كل حاجة هنا بالراحة جدا. اول حاجة حبايبي، انا معايا تريانجل عادي خالص بهذا الشكل. تريانجل ده وليكن ان هو اسمه ABC بهذا الشكل. اوكي يا مستر، جميل جدا. هنا موجود في الجيفن يعني انه البوينت هنا دي كده ميد بوينت للاي بي، وفي بوينت هنا مثلا اسمها اتش، هي كمان لقيتها ان هي ميد بوينت للاي سي، وجيت وصلت ما بينهم لاين سيجمنت بهذا الشكل. الراجل ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان اللاين سيجمنت اللي بتصل ما بين الميد بوينتس، خلي بالك الميد بوينت ده اللي هو اسمه دي اتش، ده الخط بتاع الدي اتش ده، ماله بقى يا مستر؟ بيكون بارلل للثيرد سايد. يعني خلي بالك، هو انا هقول لك ايه الجيفن او ايه المعطيات اللي هو مدالك في السؤال وايه اللي انت هتستنتجه. يعني انا هنا يا مستر هقول له سنس ان احنا معانا الدي كوما الاتش، الاتنين دول بيعتبروا ار ميد بوينتس، يعتبروا ميد بوينتس لمين؟ ميد بوينتس اوف دي، كانت الميد بوينت بتاعت الاي بي، والاتش كانت الميد بوينت بتاع الاي سي. ايه اللي انا بستفاده يا مستر من خلال ان انا معايا ميد بوينت وميد بوينت؟ يبقى بستفاد ان الخط اللي بيصل ما بينهم، اللاين سيجمنت اللي جويننج بتوين ذم، اللي هي اسمها اتش دي نفسها، اتش دي او دي اتش، الاثنين صح، ايه علاقة الخط ده بقى؟ بيكون بارلل للخط اللي قصاده مباشرة، بارلل للسي بي. خلي بالك دي، خلي بالك المعلومة الأولى أنا استنتجتها. هستنتج كمان معلومة، إيه؟ إن الخط ده تحديدا اللي هو اسمه اتش دي هيكون ايكوالز هاف الخط اللي قصاده اللي هو اسمه سي بي. يعني ايه مستر الكلام ده؟ يعني يا حبيب قلبي، لو انت مثلا معاك ان الاتش ده، الاتش دي ده 2 سنتيمتر، يبقى اكتشف ان السي بي ب 4 سنتيمتر. طب لو مثلا انا معايا السي بي ده مثلا ب 10 سنتيمتر، فهكتشف ان الاتش دي نصه، يبقى 5 سنتيمتر، وهكذا بقى. طيب هل ان هو لازم يجيلي بالشكل ده؟ اقول لك لا طبعا. ممكن اغير لك الرسمة تماما دلوقتي. ازاي يا مستر؟ تعال، ممكن اديك تريانجل بهذا الشكل، تريانجل ده ممكن احط لك اكس واي زد بهذا الشكل، وممكن تبقى هنا الكي ميد بوينت للقطعة دي، وهنا مثلا وليكن سي تعتبر ميد بوينت للاكس واي، وجيت وصلت ما بينهم بهذا الشكل. اوكي، ايه المعلومه اللي موجوده قدامك يا بابا دلوقتي؟ هنقول له كده، هنقول له يا مستر سنس ان السي كوما الكي، النقطتين دول السي مع الكي بيعتبروا مالهم يا مستر؟ ار ميد بوينتس اوف مين بقى؟ السي كانت بتاعه الاكس زد كوما، والكي اللي هي الثانيه دي كانت بتاعه الزد واي. انا بستفاد ايه يا مستر؟ بستفاد ايه ان انا معايا ميد بوينت وميد بوينت؟ بستفاد يا حبيب قلبي ان الخط اللي بيصل ما بينهم اللي هو اسمه سي كي ده، ماله؟ اول حاجه بيكون بارلل للخط اللي قصاده، وتاني حاجة ان السي كده هيكون ايكوال هاف اللينس بتاعه، هيبقى هاف اللينس بتاع الخط اللي قصاده. مين الخط اللي قصاده مباشرة؟ اهو اللي هو هاف الاكس واي يا مستر. اتفقنا يا حبايبي؟ طيب يبقى زي ما انا قلت ده فهمناه كويس جدا، وطبعا نص الثيرم اهو انه اللينس بتاع اللاين سيجمنت، هنا اللينس بقى ما دام بيقول لك اللينس فانت هتقول له ايكوال
half the third side. The length of line segment joining the midpoints of two sides of a triangle, يعني اللاين سيجمنت اللينث بتاع اللاين سيجمنت اللي بيصل ما بين تو ميد بوينتس لتراينجل معين اللينث بتاعه بيكون از ايكوال تو هاف، بيبقى ايكوال هاف اللينث بتاع الثيرد سايد. ده اللي احنا وضحناه مع بعض يعني. تعال ناخد اكزامبل، ده اكزامبل موجود معايا في الامتحان، ده مهم جدا. الاكزامبل اللي بعد كده اللي قدامنا ده مهم جدا. الاكزامبل اللي قدامنا ده منتهى الاهميه واكتر سؤال على الاطلاق بيتكرر في الامتحان، ثم الاكزامبل ده برضو مهم جدا والاكزامبل ده مهم جدا، ثم هنخش على الكومبليت. تعالى يلا نمسك مع بعض حبايبي واحده واحده الاسئله ونشوف احنا بنحلها ازاي باستخدام الجيفن والمعطيات والبروف، ونشوف هو عايز ايه. اول حاجه حبايبي السؤال ده انا عايز احله، هو عايز مني ايه؟ عايز اي واي بس كده يا مستر، مش عايز اي حاجه غير الاي واي. الاي واي يا مستر يعني القطعه دي. واحد يقول لي يا مستر طب ما هي الاي واي دي هتكون نص الواي، يعني الاي واي ايكوال الواي دي وكل واحده منهم ب3، يعني الموضوع بتاعي مش محتاج. اقول لك غلط. ليه؟ لانه يا حبيبي انت لازم تثبت اصلا ان الاي واي ايكوال الواي دي، او لازم تثبت اصلا ان الواي تعتبر ميد بوينت للاي دي عشان تقدر تقول اللي انت قلته ده. وانا عشان اثبت الكلام ده يا مستر لازم اثبت قبلها ان الاكس تعتبر ميد بوينت للاي سي عشان اعرف اطبق القانون. تعالى من الترينجل اللي من ناحيه اليمين ونشوف ايه المعطيات اللي موجوده فيه وايه اللي انا هستنتجه. خلي بالك انا بتعامل مع اول ثيرم هنا مستر. بمنتهى البساطة انا هكتب اللي هو موجود قدامي في الترينجل، يعني انا هقول له ايه الترينجل. احنا بنتعامل مع الترينجل اللي هو اسمه ABC. الترينجل ده موجود فيه ايه؟ هنقول له سينس. اول حاجة الاي هنا اهي is midpoint of الاي بي. ده أول معلومة. في كمان معلومة إن الخط اللي طالع من الميد بوينت ده لقيته إن هو بارلل اللي قصاده، يعني الإي إكس بارلل للبي سي. طب ما هو ده على فكرة أول ثيرم خدناه خالص والله. قلنا لما بيكون في معاك ميد بوينت معينة لسايد معين خارج منه خط، الخط ده لقيته ان هو بارلل اللي قصاده، يبقى زي ما كان الاي ميد بوينت للاي بي هستنتج ان الاكس هي كمان ميد بوينت للاي سي. يبقى ذيرفور ان الاكس هي كمان از ميد بوينت اوف الاي سي. هطبق القانون كمان مره على الترينجل اللي من الشمال، هنقول له ان التريانجل اللي هو اسمه ACD سنس. ايه المعلومات اللي موجودة في التريانجل اللي من ناحية الشمال سنس؟ اول حاجة يا مستر الاكس is midpoint of الAC، ده اول حاجة. تاني حاجة انه الاكس طالع منه خط معين اهو باللون الازرق parallel اللي قصاده، يعني انا دلوقتي هقول له كوما والاكس واي ده لقيته ان هو بارل الخط اللي قصاده اللي هو اسمه دي سي. يبقى زي ما كان الاكس ميد بوينت للاي سي يبقى الواي هي كمان ميد بوينت للاي دي. يبقى ذيرفور الواي از ميد بوينت اوف الاي دي. وما دام الواي ميد بوينت للاي دي يا مستر يبقى القطعة اللي اسمها اي واي هتكون ايكوال واي دي، وكل واحدة منهم 6 ديفايدد 2 ايكوال 3 سنتيمتر. يعني اللي هو عاوزه في الاخر اللي هو الاي واي ده هيبقى عبارة عن 3 سنتيمتر يا مستر. تعال ناخد يا حبايبي كمان اكزامبل ونشوف مع بعض هنتصرف معاه ازاي. ده سؤال جاي لك في الامتحان وعايز ايه الراجل ده؟ بيقول لك عايزك تثبت لي ان الخط بتاع واي زد اللي باللون الاحمر ده
عايزك تثبت لي ان هو بارلل للخط الاحمر اللي هو اسمه ايه دي. ودي يا حبايبي الكورولاري اللي احنا واخدينها، انه عشان اثبت ان خط بارلل للخط اللي قصاده لازم قبلها يكون الخط الصغير ده مكون او طالع من 2 ميد بوينت. كده كده الزد ميد بوينت موجودة قدامك اهي. انا بقى وظيفتي في السؤال ان انا عايز اثبت ان الواي ميد بوينت للاي سي، لان لو انا عملت كده هقول له سنس ان الواي ميد بوينت والزد ميد بوينت خلاص الخط اللي بيصل ما بينهم بارلل اللي قصاده. فعشان كده هطبق قاعدتين من اللي انا اتكلمت عليهم. تعال نتعامل مع التريانجل اللي من ناحية اليمين، ان التريانجل اي بي سي. سنس ايه المعلومات اللي موجودة قدامك يا حبيبي؟ الاكس واضح جدا قدامك اهي ان هي ميد بوينت للاي بي، يعني سنس ان اكس از ميد بوينت اوف الاي بي. طيب ايه تاني؟ هو يا مستر الخط اللي طالع من الميد بوينت اهو اللي هو اسمه اكس واي ده بارلل الخط اللي قصاده. طب ما هو ايه اللي انا بستفاده؟ بستفاد ان الواي هي كمان هتعتبر ميد بوينت للاي سي. يبقى therefore يا مستر الواي هتكون از ميد بوينت اوف الاي سي. طيب تعالى بقى كده، ان التريانجل الكبير اللي هو اسمه اي سي دي سنس ايه بقى؟ الواي اصبحت ميد بوينت والزد اصبحت ميد بوينت. يبقى نقول له سنس ان الواي كوما زد بيعتبروا ار ميد بوينتس اوف مين بقى؟ على الترتيب الواي كانت بتاعه الاي سي والزد كانت بتاعه السي دي. اللي بستفاده يا مستر، بستفاد ان الخط اللي بيصل ما بينهم اللي هو اسمه واي زد هيكون is parallel للخط اللي قصاده مباشرة اللي هو اسمه ايه دي. وخلي بالك هستنتج برضو ان الواي زد ده تحديدا هاف اللي قصاده، بس انا مش محتاج اللينس في حاجة، هو خلاص ثبت اللي هو عاوزه بمنتهى السهولة في الخطوات اللي قدامك دي. تعالوا يا حبايبي نخش مع بعض على الاكزامبل اللي بعده، والاكزامبل اللي قدامنا ده من ضمن الاسئلة اللي بتتكرر كتير جدا في الامتحان، فعشان كده انا عايز تركيز فيها. اول حاجة يا حبايبي احنا هنطبق القاعدة 3 مرات. يعني ايه؟ تعال نشوف الموضوع ده هنقوله ازاي. بص يا حبايبي نصلي على النبي كلنا كده الاول عليه الصلاة والسلام. هو بيقول لك ان مديك معلومات الاكس ميد بوينت للاي بي، الزد ميد بوينت هي كمان، الواي ميد بوينت هي كمان، ماشي. وبيقول لك اللينس بتاع ده بكذا وده بكذا وده بكذا. Find the perimeter of the ABC. طيب هو يا حبيبي فين الـ ABC اصلا؟ الـ ABC اللي هو الترينجل الكبير ده يا حبيبي. وده انا عشان اجيب البريمتر بتاعه لازم اعرف الـ AB بكام، ولازم اعرف الـ BC بكام، ولازم اعرف الـ CA بكام، ثم اعملهم التلاتة بلس بعض يبقى انا جبت البريمتر. طيب تعال نطبق القاعدة بتاعتنا اللي هي كانت بتقول لك ايه؟ مستر هو مش انا معايا الاكس ميد بوينت للاي بي؟ هقول لك اه. مستر هو مش انا معايا برضو الزد ميد بوينت للاي سي؟ هقول لك اه. طب ما يا مستر يبقى الخط اللي بيصل ما بينهم اللي هو الاكس زد ده هيبقى ايكوال هاف اللي قصاده. مين هو اللي قصاده؟ اهو يا مستر اللي هو اسمه سي بي. فانا اكتب واحده واحده خالص اهو يا مستر. سنس ان الاكس كوما زد دول يا مستر زي ما حضرتك قلت لي ان هم ار ميد بوينتس اوف مين؟ الاكس كانت بتاعه الاي بي والزد كانت بتاعه الاي سي. ايه اللي انا بستفاده بقى يا مستر؟ ان الخط اللي بيصل ما بينهم اللي هو اسمه اكس زد هيكون ايكوال
هاف الخط اللي قصاده، هو بارل الخط اللي قصاده، بس انا مش محتاج البارل في حاجه دلوقتي، انا محتاج اعرف لينسز بس. فانا عشان كده مش لازم اكتب البارل. لو انت عايز تكتبها اكتبها ماشي، يبقى اكس زد هيبقى ايكوال هاف الخط اللي قصاده اللي هو اسمه سي بي. طب بالعقل بقى يا مستر، لما الاكس واي نص السي بي، والاكس واي اللي هي القطعه الصغننه ب 6، يبقى السي بي بكام؟ ب 12 يا مستر. يبقى ذيرفور ان السي بي يا مستر هتكون عباره عن 12 سنتيمتر، وده هيعتبر اول سايد احنا جبناه مع بعض يا مستر. طيب تعال اجيب لك لون ازرق عشان احدد لك عليه كمان حاجه. هي مش الواي ميد بوينت يا حبيبي للسي بي؟ اه. ومش الزد ميد بوينت للاي سي؟ اه. طب ما يا مستر يبقى الخط اللي بيصل ما بينهم هيبقى ايكوال هاف الخط اللي قصاد، وده كده اهو. طيب يبقى بالراحه خالص يا مستر، هنقول له سينس الواي كوما زد دول بيعتبروا ار ميد بوينتس اوف، على الترتيب الواي كانت بتاعت البي سي والزد كانت بتاعت الاي سي. طيب ايه اللي بستفاده بقى يا مستر؟ ان الخط اللي بيصل ما بينهم اللي هو اسمه واي زد ده يا مستر كان بيبقى ايكوال هاف اللي قصاده اللي هو هاف الاي بي. معنى كده يا مستر انه لما الواي زد يبقى 5 يبقى الاي بي بكام؟ ب 10 طبعا. يبقى الاي بي يا مستر هيكون عبارة عن 10 سنتيمتر، وده كده يا مستر يعتبر السايد التاني معايا. تعال بقى كده نشوف السايد التالت. هو مش انت معاك اكس ميد بوينت والواي ميد بوينت؟ طب ما يبقى الخط اللي بيصل ما بينهم هيبقى ايكوال هاف الخط اللي قصاده مباشرة اللي هو ده. يبقى انا دلوقتي يا مستر هنقوله هنا كده سنس ان الاكس كوما واي ده بقى ار بيعتبروا ار ميد بوينتس. ميد بوينتس لمين بقى يا مستر؟ على الترتيب الاكس كانت بتاعه الاي بي والواي كانت بتاعه السي بي. ايه اللي بستفاده بقى يا مستر؟ ان الخط اللي بيصل ما بينهم اللي هو اسمه اكس واي هيبقى ايكوال هاف الخط اللي قصاده اللي هو هاف الاي سي. ولما الاكس واي يبقى ب 3 يبقى الاي سي بكام؟ يبقى 04 انه الاي سي يا مستر هيبقى عباره عن دي 3 تبقى الاي سي ب 6، وده السايد التالت. انا بقى هقول له ايه؟ فروم 1 و 2 و 3 هستنتج بقى انه البريميتر، هعمل كل السايد بلس بريميتر اوف التريانجل اي بي سي هيكون عباره عن ال 12 بلس ال 10 بلس ال 6. طبعا يبقى دي كده 1828، يبقى 28 سنتيمتر. ده مستر الإجابة بتاعتي. اتفقنا حبايبي؟ سؤال مهم جدا نركز عليه. السؤال اللي بعد كده حبايبي بيتكلم على ايه؟ بيقول لي انا عايزك تثبت لي ان الواي تعتبر ميد بوينت للاكس سي. هعمل الموضوع ده ازاي؟ تعال نشوف، وتعال نشوف بالراحة خالص. دلوقتي يا مستر انا يعني من خلال الترينجل اللي من ناحيه اليمين ده انا عايز اشوف انا ممكن استنتج منه ايه. يعني بص ركز معايا، ان الترينجل اللي من ناحيه اليمين اللي هو اسمه اي بي سي، ايه المعلومات اللي موجوده معاك فيه؟ انا عايز اشوف بس يعني. سنس هنكتب اللي فوق ده الاول لو احنا عايزين نكتب بالتفصيل، يعني انه الاي دي ايكوال الدي بي كوما والاي اي ايكوالز الاي سي. ده هستنتج من خلاله انه الدي از ميد بوينت اوف الاي بي كوما، والاي هتعتبر از ميد بوينت اوف الاي سي. ايه اللي بستنتجه يا مستر من خلال ان الدي ميد بوينت والاي ميد بوينت؟ يبقى ذيرفور ان الخط اللي بيصل ما بينهم اللي هو اسمه دي اي هيكون ماله؟ هو ايكوال هاف اللي قصاده، بس انا مش محتاج اللينس في حاجه دلوقتي، انا محتاج البارلل. يعني الاي دي ده يا مستر هيكون بارلل لمين؟ للسي بي. خلي بالك يعني الخط ده هيكون بارلل للخط ده. طب ما هو انت عندك اصلا من البدايه ان الاي اكس كان بارلل للسي بي،
يبقى زي ما كان اي اكس بارلل سي دي يبقى الاي دي بارلل للاكس برضو. يبقى therefore ان الاي دي بارلل للاي اكس. وما دام انه ده على نفس الستريت لاين بتاعه يعني الواي اي هتكون بارلل برضو للواي اي هتكون بارلل للاي اكس برضو. تعال بقى نتعامل مع التريانجل اللي من ناحية الشمال اللي هو اسمه ACX sense. اول حاجة YE ما هو خلي بالك هعيد لك تاني الحتة دي. انت من خلال ان الD ميد بوينت والE ميد بوينت استنتجت ان الخط بتاع الE دي ده parallel للBC. وما دام عندك AX parallel للBC من البداية خالص في السؤال انه زي ما كان AX parallel للBC يبقى الAX هو كمان parallel للED. وما دام ده على نفس الخط يبقى الاي اكس هيكون بارلل للاي واي زي ما احنا عملنا كده. نقول له سنس بقى ان الاي واي بارلل للاي اكس بالاضافه الى ان الاي از ميد بوينت. الاي از ميد بوينت اذن هستنتج على الجانب الاخر زيرفور ان الواي هي كمان يبقى الواي از ميد بوينت of LCX. ده اللي انا عايزه في البروف بتاعي. الجزء اللي بعد كده حبايبي مديني سؤال بهذا الشكل وبيقول لي هنا ان انا عايز اعرف ال XY بكام. طيب اولا هو فين XY؟ XY يا مستر اللي هي القطعة اللي انا عاملها باللون الاحمر. هو مديني لينس بس مش موضحه. هو بيقول لي ان البي سي كلها كده على بعض ب 12. يعني بص من اول البي اوكي لحد السي كل ده كده الخط ده كله كده ب 12 سنتيمتر. ماشي. اول حاجه يا مستر انا هطبق القاعده بتاعتي على الترينجل الكبير خالص. ليه؟ هقول لك ليه. عشان اجيب السايد اللي باللون الازرق مش صعب خالص ان انا اجيبه. يعني بص يا حبيبي احنا هنقول له ان الترينجل الكبير خالص اللي هو اسمه ABC. اوكي اوكي سنس ان D كما E دول بيعتبروا R mid points of D كانت بتاعة ال AB وال E كانت بتاعة ال AC. دول mid points لدول. فايه اللي انا بستفاده بقى يا مستر؟ ان الخط اللي بيصل ما بين التو ميد بوينت اللي هو الدي اي القطعه بتاعه الدي اي دي نفسها هتكون ايكوال هاف اللي قصادها. طب هو مين الخط اللي قصادها؟ اهو يا بابا اهو يا حبيبي الخط بتاع بي سي كله كده اهو ده الخط اللي قصادها. يبقى الاي دي هتبقى هاف للبي سي. طب ما انت عندك البي سي اصلا كانت ب 12 يبقى الاي دي نصها. يبقى therefore ان الدي اي يا مستر هتكون عبارة عن 6 سنتيمتر. ماشي. وبعدين بقى يا مستر هعمل انا ايه؟ هطبق القاعدة بتاعتي اللي هي خلي بالك ان الاي دي المفروض هيكون parallel برضو. يعني خلي بالك بص يا حبيبي مش احنا قلنا انه الاي دي كانت تبقى half للبي سي. انا هنا هحتاج البارلل. يعني هنقول له برضو انه الاي دي هتكون parallel للبي سي. خلي بالك مادام انت عندك الاي دي بارلل للبي سي يبقى الاي دي اكيد هتكون بارلل للاكس واي. الاكس واي جزء من البي سي اصلا. فهنقول له بقى ان التريانجل احنا نتعامل مع التريانجل اللي هو اسمه يركز معايا في الاسماء بتاعته اللي هو اسمه اف دي اي. ماله بقى؟ ايه المعلومات اللي موجوده فيه؟ رقم واحد سنس ان الاي دي بارلل للاكس واي. ده اول حاجه. تاني حاجه ان الاكس دي بتعتبر ميد بوينت للدي اف. اكس از ميد بوينت اوف الدي اف. دي بقى اول ثيرم خدناها. لما يكون معايا خط بارلل لخط ومعايا اكس ميد بوينت يبقى الواي هي كمان هتعتبر ميد بوينت. هي كمان هتعتبر ايه؟ ميد بوينت. يبقى زيرفور ان الواي از ميد بوينت اوف الاي اف. بص بقى يا حبيبي
هنطبق بقى اخر واحده خالص، هنقول له بقى سنس ما دام احنا معانا ان الواي كوما اكس دول بيعتبروا ار ميد بوينتس، اذا الخط اللي بيصل ما بينهم اللي هو اللي اسمه الواي اكس نفسه هيكون ايكوال هاف اللي قصاده، هاف اللي قصاده اللي هو اسمه اي دي، والاي دي احنا كنا جبناها ب 6، يبقى الاكس واي بكام؟ ب 3. ذيرفور انه اكس واي او واي اكس هتكون عباره عن 3 سنتيمتر. ده اللي انا عايزه في السؤال. الجزء اللي بعد كده حبايبي مديني اسئله كومبليت بهذا الشكل، وعايزين مع بعض نحلها ونكون خلصنا السيشن بتاع النهارده. بيقول لي زاري، نركز مع الحاجات دي عشان مهمه جدا طبعا. زاري drawn from midpoint of a side of a triangle parallel to the third side، بيعمل ايه بقى؟ بيكون bisect the third side، اللي هو اللي انا كنت لسه بشرحه دلوقتي. لما يكون معاك ميد بوينت وفي خط طالع منها بارلل الخط اللي قصاده، فهيعمل لك بايسكت للثيرد سايد، يعني هيخلوا لك ميد بوينت هو كمان يعني، فدي مهمه جدا. لاين سيجمنت جوينينج ميد بوينتس اوف تو سايد اوف ترينجل از نو ات ذا ثيرد سايد، لما يجي يقول لك از نو ات ذا ثيرد سايد هتقول له از بارلل. لكن في اللي بعده لما يجي يقول لك اللينس بقى، لما اجي اتعامل مع اللينس، the length of the line segment joining midpoints of two sides of a triangle equal half half the third side. ده سؤال سهل جدا، بيقول لك انت معاك ده ميد بوينت وفي خط طالع بارلل قصاده، فاكتشف طبعا ان الاي هتكون هي كمان ميد بوينت للاي سي. طبعا معاك دي ميد بوينت ودي ميد بوينت، يبقى الخط اللي بيصل ما بينهم هيبقى بارلل قصاده، يعني الاي دي هنا هيكون بارلل للبي سي، وفي نفس الوقت برضه ممكن اقول له ان الاي دي اللينس بتاعه يبقى ايكوال هاف للبي سي، ودي طبعا حليناها كتير جدا مع بعض. كده حبايبي نكون خلصنا حلقه النهارده، ان شاء الله المره الجايه نخش على حاجه اسمها بايثاغورس ثيرم. اتمنى لكم كل التوفيق باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.